اليوم المخالفين اسمع ونخذ التوصح عن ذاك بناء على شعار وطن بلا مخالف شعار وزارة الداخلية. اليوم راح نلف على المجلس مجلس بلا مفقودات. هو بناء على الصلاحيات الوطنية من قبل المنظم. بناء على الصلاحيات انا ماني عارف من المنظم اسمه هذا اساسا. من المنظم؟ مين؟ فواز. ما حسيت انه في منظم اساسا. اوف العهد اللي انا موجود فيه الحمد لله كمستشار. بقول لك محمود ترى مسوي شغل بس ان مشكلته الحظ انه جاء بعدي. ولو مسوي شغل ترى. يعني نقول لك اتعبته من بعدك؟ قالوا بس انا ما قلت له لا. كل واحد له سياسة. جاك الحكيم. جبنا الحكيم. كل واحد له سياسة. تفضل. والله السعادة عند فواز. صراحة اسبوع دروس اسبوع ما شاء الله مفاتيح دروس ذبايح اسبوع الكواكب اسبوع الكواكب و فضائيات درب التبانة ومدري وحصر ذا في ذا السرداب وقفل السرداب مدري عند ابو علي وش هذا اسبوع الكرم والفاطيح واليوم الطيبة يعني كل هيك كل منظم له جو منظم له سياسة تخيل صرت انا المنظم يعني لو صرت انا منظم انا اتوقع اقوى اشياء تصير في عهدي وشو؟ اقول اقوى مضاربة تصير في عهدي الصحن نفسه يصغر شوي اذا ما خلصت الوجبة ينخصم عليك نقاط تصب كاسة تبقي منها شوي كاسة عصير تبقي منها شوي تنجلد كل واحد على شخصيته مويه تشرب منها شوي النظافة طبعا استاذ سرور اتاح لي كثير من الامور مجال خير بس النظافة مو بس خصم جل تعزير 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 فيك توقع باقي يومين تعشى بعد يا الله يا محمود يا قلبي ان كان يا طويل السلامة انت بتجلس على وضعك هذا فان الله لا يوليك على المسلمين حق النظافة والاكل يعني عاملهم باللين يعني طب طلع هذا ما بيهم مشكلة خذوه كل شيء المسكين انت اليوم ماخذين منه اغراضه كلها هو نايم اليوم يا الحين تموين في عشاء اليوم ولا هذه كفايه والله هذه كفايه فيه عصر منتجه واشياء كثيره والله لذيذه جدا هذه اسمها اظن لذة المذاق